السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة الفصل الأول من كلية التقنية بالخرة في مادة الفيزياء، ومع المحاضرة السابعة إن شاء الله. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن القدرة، ثم تكلمنا عن القدرة الكهربية، وقلنا أن القدرة هي عبارة عن معدل تغير الطاقة بالنسبة للزمن. أما بالنسبة للقدرة الكهربية، بعدما استنتجنا هذا القانون أن القدرة الباور بيساوي فرق الجهد في التيار أي V ضرب I. لو أن عندي قدرة مميزة ب75 كوزاين 60 باي تي، هذه بالوات، عند زمن مقداره 3 ملي ثانية، فإن القدرة هي عبارة عن الباور، بشيل قيمة القدرة ونعوض عليها 75 كوزاين باي تي، تي بثلاثة ملي ثانية أي ملي سكند 10^3، عشان هذا ضربنا الثلاثة اللي موجودة ملي سكند ضربنا في 10^3، واستطعنا ان احنا نجيب قيمة الايه، قيمة الباور. We find the voltage and the power. نستطيع ايجاد ايضا فرق الجهد، ونستطيع ايجاد القدرة في الحالة الثانية. بالنسبة لفرق الجهد، هو عبارة عن التغير أي تفاضل التيار بالنسبة للزمن. زي ما شفتوا فرق الجهد بيساوي 3 في دي في باي تي، واي في مضروب في الزمن أو تي، قيمة التيار اللي موجود عندي يبقى 3 افتح قوس ناقص 60 باي في 5 ساين 60 باي تي. فرق الجهد بيساوي 900 باي ساين 60 باي تي، هذا بالفولت. اما القدرة بتساوي مقدار فرق الجهد في التيار. زي ما اتفقنا ان القدرة بتساوي فرق الجهد، فرق الجهد موجود عندي 900 هذه في الاي اللي هي ب قيمة التيار اللي موجودة عندي، ضربناهم في بعضهم وجاتني القدرة بالايه، بالوات، اللي يساوي سالب 4500 باي ساين 60 باي تي كوزاين 60 باي تي، هذه بالوات. عند الزمن 3 ملي سكند، عوض عن الزمن بثلاثة ملي سكند، هتطلع لي القدرة بتساوي 6.396 كيلو وات. بالنسبة للمسألة رقم 14، مسألة رقم 14 بتقول لنا how much energy does 100 وات electric bulb consumed in the 2 hours. يعني ايه؟ بيقول لي كم مقدار الطاقة الناتجة في مضخة كهربية قدرتها 100 وات، ماشي، و ايجاد هذه وان هذه القدرة بتساوي 2 horses اي حصانين. طبعا احنا عندنا الورك بيساوي البي في تي، اللي هو الشغل، اللي الطاقة تساوي القدرة في الزمن. القدرة بمئة وات هذا قدرتها، هو عايز الانرجي، عايز الطاقة او الشغل في الزمن. 2 hours في ساعتين، يعني هذه القدرة 100 حصان، والزمن اللي تشتغل هذا المضخة 2 hours اي 2 ساعتين، فبضرب 60 2 في 60 في 60، 2 ساعة بحولها للثانية، لأن الزمن لابد أن يكون بالثانية. احنا اتفقنا القدرة بالوات،
والزمن بالثانية، والطاقة تكون بالجول، والنتيجة بتساوي 720 كيلو جول. ننتقل بعد ذلك إلى قانون التالي اللي هو أومز لو، قانون أوم. The voltage V across resistance عبر المقاومة is directly proportional، يعني يتناسب تناسبا طرديا proportional to the current، يعني أن يتناسب فرق الجهد تناسبا طرديا مع التيار. هذا معنى الكلام. الواقع على مقاومة معينة following through the resistance، أي عبر هذه الإيه؟ عبر هذه المقاومة. في هذه الحالة فإن الباور بيساوي V ضرب I. يعني قانون أوم بيقول لي إن I تتناسب تناسبا طرديا مع V. نشيل علامة التناسب ونحط يساوي ومقدار ثابت اللي هو الآر، المقاومة، قيمة المقاومة. وفي هذه الحالة الآر بيساوي V على I، ومن قانون القدرة B بيساوي V في I. نقدر نعوض عن ال V وتصبح I تربيع R، ونقدر نعوض عن ال I ويساوي V تربيع على R. إذا أصبح للقدرة عندي ثلاثة قوانين، ثلاثة قوانين للقدرة. القانون الأول القدرة بتساوي فرق الجهد في التيار V ضرب I، القدرة بتساوي V تربيع R، أي مربع التيار لو ما عنديش فرق جهد، عند مربع التيار في من؟ في المقاومة. أو القدرة بتساوي فرق الجهد على المقاومة لو ما عنديش التيار، يبقى كل واحدة منهم. لو عندي فرق الجهد عند التيار أقدر أجيب القانون الأول، عند التيار وعند المقاومة أقدر أجيب القدرة، عندي فرق الجهد وعند المقاومة أقدر أجيب القدرة. بكم حالة؟ بثلاثة حالات. بالنسبة للمقاومة وفرق الجهد والتيار، هذا قانون أوم اتفقنا عليه، يعني R بتساوي V على I، وعملنا مثلث تستطيع من خلاله معرفة من أي مسألة تخص قانون أوم. على سبيل المثال أن إلكتريك أيرن، عندي مكواة كهربية دروز 2 أمبير و 120 فولت، فما مقاومة تلك هذه المكواة الكهربية؟ Find the resistance، أي أجد هذه المقاومة. فالمقاومة تساوي 120 على 2 بيساوي 60 أوم. بروبلم نمبر 16، تقول هذه المسألة is the current show in the fix، التيار في هذا الشكل اللي موجود قدامي اللي هو I. كالكوليت الكارنت، احسب هذا التيار، عندي بطارية مقدارها 30 فولت، عندي مقاومة مقدارها 5 كيلو أوم. خلي بالك من كلمة كيلو أوم، هنحول الكيلو هذا إلى من؟ نضربها في 1000 عشان نحولها من كيلو أوم إلى مين؟ إلى أوم. كوندكتيفيتي كوندكتنس، أي التوصيلية الكهربية، وهي مقلوب المقاومة ويرمز لها برمز الجيم. And the power القدرة، يبقى كم مطلوب عندي في المسألة؟ ثلاثة. مطلوب الأول إيجاد شدة التيار في هذه الدائرة، إيجاد التوصيلية الكهربية كوندكتنس، إيجاد القدرة أي قدرة هذه الدائرة أو البطارية. المطلوب الأول من قانون أوم I بيساوي V على R، أقسمهم وأضرب الخمسة اللي خمسة كيلو أضرب في 1000 عشان أحولها، يبقى 6 ملي أمبير، اللي هي تجي 6 من 1000 أمبير. يعني لما تجي تقسمها تلاقي 6 من 1000، إحنا كتبناها 6 إيه؟ 6 ملي أمبير. التوصيلية مقلوبة هذه المقاومة اللي هي 1 على 5000 يديني 2 من 10 أي دي ملي مو، عكس الأوم. يعني الأوم أو اتش أم، المو ام اتش او مقلوبة،
ولهذا يرمز حتى الرمز بتاعها مقلوب المقاومة، المقاومة العلامة بتاعتها لأعلى، الثانية لأسفل، القوس هذا لأعلى القوس لأسفل، علامة الأوم يعني، وهي دلالة على المقلوب المقاومة. المطلوب الثالث والأخير يمكن إيجاده بثلاثة طرق. الطريقة الأولى بي بتساوي بي جي أي، القانون الثاني بي بتساوي أي تربيع أر، القانون الثالث بي تربيع على أر أو ضرب جي، لأن واحد على أر هي جي، هي الكوندكتنس. يبقى أنا عندي أكثر من طريقة، حاولت أول أن إيجاد القدرة يمكن بأربعة طرق، بأربعة إيه؟ طرق من بين هذه اللي إحنا شايفينها، وطبقناها تطبيق مباشر 30 ضرب 6 في 10 سالب 3 اللي هي ملي أمبير. أحول ملي أمبير إلى أمبير، لأن بتعامل دايما مع الوحدات اللي الصحيحة وليس الأجزاء القليلة أو الصغيرة من ولهذا إيجاد القدرة بكم؟ وتعطينا في النهاية نفس النتيجة، كلها 180 ملي وات، كل 180 ملي وات. يبقى لدينا هي توصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي، ريزيستنس ان سيريز وريزيستنس ان بارلل. في حالة توصيلها على التوالي فإن المقاومة الكلية تساوي مجموع المقاومات R1 زائد R2 زائد R3، لأن بينقسم في هذه الحالة الجهد، وبالتالي التيار يظل إيه؟ يظل ثابت، و V بتساوي I to R، وبالتالي R بيساوي R1 زائد R2 زائد R3. استنتج هذا القانون في منتهى البساطة والسهولة. المقاومات في حالة توصيل على التوازي فإن اللي ينقسم التيار في هذه الحالة I و I تساوي V على R، وبالتالي واحد على R بيساوي على R1 زائد واحد على R2 زائد واحد على R3. ونستطيع إن احنا ناخد مثال في البروبلم نمبر 17 اللي هي 17. Calculate the current in fig، احسب التيار في هذا الشكل. عندي دائرة كهربية جزء منها موصل A B C، هذه أجزاء الدائرة، بطارية 12 فولت، مقاومتين متصلتين على التوازي، واحدة منهم 3 واحدة منهم 6، وأخرى مقدارها 4 متصلة على التوالي في الدائرة. ومن ثم لابد أن إيجاد أولا المقاومة المكافئة لمجموع مقاومتين متصلتين على التوازي أولا، ثم نجمعها على المقاومة المتصلة على التوالي. واحد على R لإيجاد المقاومتين الأول، واحد على 3 زائد واحد على 6. طبعا هذا بضطر نعمل إيه؟ نوحد المقامات، فاديني واحد على 2 واضرب طرفين وسطين، فالمقاومة المكافئة بتساوي 2 أوم. والحظ دائما أن المقاومة المكافئة لمجموع مقاومتين متصلتين على التوازي أقل من مجموع أقل من أقل واحدة فيهم، أقل من أقل إيه؟ واحدة فيهم في حالة التوصيل على التوازي. وهذه الفايدة اللي فيها ان هو بيديني مقاومة اقل من من اقل مقاومة موجودة عندي. نجمعها على الاربعة فتصبح المقاومة الكلية في الدائرة 6، ويصبح في هذه الحالة شدة التيار بيساوي فرق الجهد الكلي اللي هو 12 على 6 بيساوي 2 امبير. يبقى التيار الذي يمر في هذه الدائرة بيساوي كم؟ 2 امبير. أظن كده واضح. نتكلم اليوم إن شاء الله في هذا الجزء التالي من محاضرات الفيزياء عن الضوء لايت. الضوء عبارة عن الكتريكال radiation consists of يتكون من photons. يعني الضوء هذا عبارة عن فوتونات. لما تبقى حد يسألك يقول لك الضوء اللي انت كيف هذا عبارة عن ايه؟ يقول لك فوتونات have energy، تحتوي على طاقة، هذه الطاقة تساوي h nu ثابت بلانك
اللي هو بلانك كونستانت اتش، ونيو هو الفريكوانسي او التردد. وهذا طبعا بيضطرنا ان احنا ناخد فكره بسيطه عن يعني ايه تردد، عدد الاهتزازات في الثانيه، يعني جسم يتحرك يهتز زي حركه البندول البسيطه. الاجسام في الكون كلها مهتزه متحركه كلها، لا تردد، لا فريكوانسي، لا طول موجي، لا اللي هو لندا. والطول الموجي هو عبارة عن المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليتين في الموجة. أيضا مقدار هذه الطاقة يمكن حسابها من خلال علاقة بلانك اللي بتقول لنا H E بيساوي H نيو. ثابت بلانك عبارة عن 6.626 في 10^34 جول ثانية. سرعة الضوء مقاسة بالتجربة العملية 3 × 10^8 متر على الثانية، فإن الطاقة بتساوي اتش سي على لندا، حيث أن نيو بتساوي سي على لندا، أي التردد يساوي سرعة الضوء على الطول الإيه؟ على الطول الموجي. الحقيقة أن الطيف الكهرومغناطيسي هذا بيسمى الكترومغناطيك سبيكترام. الكترومغناطيك سبيكترام هو طيف كبير جدا جدا من الاطوال الموجيه، منها ما هو صغير جدا زي الطاقه العاليه اللي اشعه جاما واشعه اكس واليو في، ومنها ما هو في المنطقه المرئيه متوسطه من 400 نانومتر الى 700 نانومتر، ومنها ما هو اكبر بقى من ذلك لحد 10^5 10^8 10^14 نانومتر زي أشعة الراديو والآي آر وأشعة الميكروويف. أعد تاني في الإلكترومغناطيك سبيكترام، أي الطيف الكهرومغناطيسي، وهو عبارة عن طيف كبير جدا جدا يتراوح 10^14 ل10^14 باقي من الأطوال الموجية من نانومتر، وهي أرقام صغيرة جدا وكبيرة جدا، أعداد كبيرة جدا من الأطوال الموجية، لكن العين لا ترى إلا في منطقة صغيرة جدا جدا من الأطوال الموجية يتراوح ما بين 400 نانومتر إلى 700 نانومتر. هذه المنطقة المرئية تسمى الفيزيبل، منطقة المرئية. أعلى من ذلك في منطقة الأي آر والميكروويف والراديو لا نرى، أقل من ذلك في اليو في والإكس راي وأشعة جاما ايضا لا ترى هذه الاشعة الصغيرة في الاطوال الموجية والقوية جدا وربما والقاتلة والمضرة بالجسم. عندي ما يخص الضوء مجموعة من الصفات الخواص، هي خواص الضوء. اولا الضوء يسير في خطوط مستقيمة. السؤال، لو طرحت سؤال بسيط، كيف تعرف ان الضوء يسير في خطوط مستقيمة؟ تكون الظل يبين لك ان هذا الضوء يسير في خط، لان لو كان يسير في خط ملتوي ما كانش لك ظل، كان يلتف حواليك، لكن هو يسير في خط مستقيم ولهذا يكون ظلا. من صفات ايضا هو الانعكاس، عندي الريفلكشن والريفراكشن والانكسار. من خواص الضوء المهمة جدا بالنسبة لنا الانعكاس، وعندي قانوني الانعكاس. يقول القانون الأول أن الشعاع الضوء الساقط والشعاع الضوء المنعكس والعمود المقاوم وعمود على سطح العكس، هذا القانون الأول. القانون الثاني زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، يعني ثيتا واحد تساوي ثيتا اثنين. وزاوية السقوط هي الزاوية المحصورة ما بين الشعاع الساقط والعمود المقاوم على سطح العكس، والانعكاس هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقاوم على السطح العاكس، زي ما الرسمة موضحة الآن. أما الريفراكشن هو الانكسار، والانكسار هذا ينتج نتيجة لانخفاض ونقص سرعة الضوء في الأوساط الشفافة زي الماء زي الزجاج زي غيره من الأوساط الشفافة أو السوائل، ومن ثم سرعة الضوء في الهواء معروفة أو في الفراغ
ثلاثة في عشرة أس ثمانية متر على الثانية. لما نشوفها في الماء مثلا أو في الزجاج أو كذا نجد تنخفض أقل من ثلاثة، يعني 2.25 زي ما موجود في المية. تختلف أيضا في الزجاج بسرعات مختلفة عن 3 في 10 أس 8. النسبة ما بين سرعة الضوء في الهواء أو في الفراغ إلى سرعته في الوسط الشفاف يسمى بالإندكس ريفريكشن أو معامل الانكسار. معامل الانكسار يرمز له برمز N، يرمز له برمز إيه؟ N، وإن بيساوي C على V، حيث C هي سرعة الضوء في الفراغ أو الهواء اللي هي 3 في 10 8، وV هي سرعته في الوسط المادي اللي هي أقل دايما. إذا معامل الانكسار دائما أكبر من واحد. السؤال متى يساوي واحد؟ يساوي واحد إذا انتقل من الفراغ إلى الهواء لأن نفس السرعة. في هذه الحالة فإن معامل الانكسار دايما لما يسألك بقى معامل الانكسار الهواء كم؟ ولا واحد، لأن سرعته في الهواء تساوي تقريبا سرعته في الفراغ. ويمكن التعبير أيضا عن التردد بأنه فريكوانسي F والطول الموجي لندا، فإن سرعة الموجة بتساوي التردد ضرب الطول الموجي. مسألة رقم 18، calculate the index of refraction for water، احسب معامل انكسار الماء. علما بأن سرعة الضوء في الماء بيساوي 2.25 في 10 أس 8 وسرعة الضوء في الفراغ 3 في 10 أس 8، بقسم الاثنين على بعض يديني 1.33 وهي قيمة ثابتة تقريبا للماء الايه؟ للماء النقي. ما زلنا مع قوانين الانكسار، ومن ضمن هذه القوانين عند قوانين سنيل بيقول لي ان ساين ثيتا واحد على ساين ثيتا اثنين او ساين ثيتا اثنين على ساين ثيتا واحد بيساوي في اثنين على في واحد بيساوي كونستانت، بحيث ان هو ان اثنين دائما اكبر من ان واحد، اي يكون عندما ينتقل الضوء من وسط اقل كثافة ضوئية الى وسط اعلى كثافة ضوئية. هذا معنى الكلام. فسنيل بيقول لي ساين ثيتا 2 على ساين ثيتا 1 بيساوي في 2 على في 1 يساوي ان 1 على ان 2 بتساوي اف لندا 2 على اف لندا 1 اللي هي تمثل السرعه، تساوي لندا 2 على لندا 1. يعني نقدر نلخص قوانين سنيل في قانونين رئيسيين نلمهم بمنتهى البساطه، ان 1 ساين ثيتا 1 تساوي ان 2 تساوي ساين ثيتا 2. يعني معامل انكسار الوسط الاول في ساين زاوية السقوط على معامل انكسار الوسط الثاني في ساين زاوية الانكسار ثيتا 2، او ان لندا 1 ان 1 لندا 1 تساوي ان 2 لندا 2. بس هذا بقى نحفظهم، ساين ثيتا 1 ان 1 ساين ثيتا 1 تساوي ان 2 ساين ثيتا 2، ان 1 لندا 1 تساوي ان 2 لندا 2. ناخذ مسألة على سبيل المثال، بيقول لي لايت بيم شعاع ضوئي جو ثرو عبر يتحرك عبر جلاس الزجاج ثيتا 1 بتاعته ب 45 اي زاوية سقوطه 45، ثيتا 2 زاوية انكسارها ب 30. كالكوليت اندكس اوف ذا ريفراكشن، احسب معامل انكسار. ذا ويف لينث لندا 2 ان ذا جلاس اف لندا 1 بيساوي، لو ان الشعاع الضوء اللي ساقط هذا طول الموج 550 نانومتر يبقى في داخل الزجاج يبقى كم؟ يبقى ان 1 ساين ثيتا 1 يساوي ان 2 ساين ثيتا 2، واجيب من خلال هذا ان 2 معامل انكسار. ولما اجيب معامل انكسار نقول ان 1 لندا 1 يساوي ان 2 لندا 2، واجيب في هذا لندا 2 اي طول الموجي الذي سيخرج به هذا الشعاع من الزجاج او يمر به عبر الزجاج. مسألة رقم 20، problem 20، كوارتز سبيسز قطعة من الكوارتز معامل انكسارها ان 1 يساوي 1.4، 1.4
هذا معامل الزجاج كوارتز او الزجاج. بالله يديم شعضة ويقوثروا عبر هذا القطعة from air جاي من الهواء بطول الموجي 650. calculate the new اي سرعته في كوارتز and لندا 2 and frequency يعني احسب السرعة في الكوارتز واحسب طول الموجي واحسب ايضا التردد frequency. السرعة بتساوي في الوسط C على N لان N بتساوي C على V فبنجيبها من خلالها بتساوي 2.2 في 10^8 متر على الثانية. هذا سرعته فين؟ في الزجاج او الكوارتز. ان واحد لندا واحد يساوي ان اثنين لندا اثنين وعوض عن ان واحد بواحد لانه في الهواء. والثاني 650 هذه طول موجي ومعامل انكسار 1.4 اجيب لندا اثنين. يبقى المطلوب الاخير اللي هو الفريكوانسي اللي احنا اتفقنا ان الفريكوانسي اللي هو بيساوي ايه؟ طول التردد. التردد اللي احنا قلنا الاف اللي هي بتساوي اف دي على لندا. انا عندي طول الموجي وعندي سرعة الضوء في الفراغ اقسم سرعة الضوء على التردد الموجود عندي 445 يديني الفريكوانسي. وهذا كان اخر قانون عندنا موجود عندنا في المسألة واللي هنشوفه حتى مع بعضنا المرة القادمة ان شاء الله في تكملة لهذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.